نجحت مبادرة حياة كريمة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات بمختلف المحافظات منذ انطلاقها في 2019 وحتى الآن، وتستهدف المبادرة تحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن وتوفير ملايين فرص العمل سواء المؤقتة أو الدائمة. نقلة حضارية جديدة تقوم بها مؤسسة حياة كريمة في منطقة عبد المنعم رياض بمدينة المحلة الكبرى، والتي تعد واحدة من المناطق العشوائية بالمدينة العمالية ويقطنها نحو 200,000 نسمة، وكانت تعد واحدة من المناطق الفقيرة والعشوائية والمهملة على مدار عقود مضت. المنطقة تم تطويرها كاملة. المنطقة عبارة عن شارع رئيسي و37 شارع جانبي. تم تطوير المنطقة الرصف كامل بمرافقه بإنارته كاملة في الشارع الرئيسي بالرصف العادي، أما المناطق الجانبية تم تركيب فيها الانترلوك لل37 شارع. كانت المنطقة عبارة عن سوق عشوائي وتعديات وإشغالات. وتضمنت أعمال التطوير التي قامت بها مؤسسة حياة كريمة بمنطقة عبد المنعم رياض في مدينة المحلة الكبرى رصف الشوارع بالانترلوك وتجهيز البنية التحتية اللازمة لها من الكهرباء، فضلاً عن توسعة الشوارع الرئيسية بطول 600 متر وإزالة الإشغالات والتعديات والحفاظ على المنظور الجمالي والحضاري للمنطقة. حصل تطوير جامد جداً جداً، والحمد لله اتنقلت من صورة بصورة تانية خالص، والفضل يرجع برضك للمنظومة القيادية. أما عن الشوارع الجانبية بالمدينة والبالغ عددها 37 شارعاً، فشهدت تغييراً كاملاً من حيث إعادة رصفها وتأهيلها بشكل حضاري يتماشى مع أهداف الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى تزويدها بأعمدة الكهرباء ووسائل سحب مياه الأمطار للتعامل مع حالات الطوارئ. وبإذن الله يطوروا كل الأماكن الجميلة اللي حوالينا ويخلوها في أحسن مكان، لأن مصر أم الدنيا فلازم تكون جميلة باسمها الجميل. وجاء إطلاق الدولة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف لتطوير العشوائيات والعمل على توفير سكن آمن للمواطنين والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف والحضر، كبداية انطلاق للجمهورية الجديدة التي أرسى مبادئها الرئيس عبد الفتاح السيسي.